إن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة النهاردة من تطوان إلى طنجة. يمكن المسافة حوالي 63 كيلو، يعني بالكثير قوي ممكن تكون ساعة بالحافلة. طبعا أولا المسافة بين تطوان لطنجة رائعة جدا، جبال ومناظر خلابة في شمال المغرب. كمان التدريب النهاردة الحمد لله مر بشكل جيد، واللقطات اللي شفتوها على الشاشة بالتأكيد كان عقب الوصول من التدريب، وحاليا الفريق في التوجه إلى مدينة طنجة. طيب بسرعة